ونشوف مين خرج. يبقى كده البنك الاهلي عمل حتى الان 4 تغييرات، فاروق فيصل رقم 9 ونزول محمود السيد رقم 8 ثم نزول احمد ربيع رقم 13. انطلاقه منطقه خطوره خطيره جدا والهدف جوه الجول جوه الجول، مش ممكن مش معقول. مهرجان الاهداف، طوفان من الاهداف الغير عاديه اليوم في مرمى النادي المصري البورسعيدي. الخماسيه 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 والهدف الخامس في انطلاقه جميله عنتريه بقدم النجم التوجولي يو النور يحطها في الشباك. صدمه، واي صدمه، صدمه واي صدمه، صدمه موجوده على وجه الكابتن علي ماهر. تقيله عليك يا مصري، تقيله عليك يا مصري، تقيل عليك يا علي ماهر. وفوز كبير باداء كبير للقدير الكابتن طارق مصطفى. بص الانطلاقه، بص الانطلاقه، فين الدفاع؟ فين الدفاع؟ غايب تايه مش موجود. النهارده دفاعات المصري النهارده موجودين في بورسعيد، ما جوش النهارده الى هنا الى استاد برج العرب. الهدف الخامس بقدم النجم يبقى النور في الدقيقه 80 من عمر المباراة. يا الله يا الله يا الله، إثارة وأي إثارة، عدى وفت وسط حراسة وفرجة من دفاعات المصري ثم التصويبة الصاروخية في سقف المرمى. هدف خامس عالمي بقدم النجم التوجولي يا النور.